مرحبا. بداية ترندز الليلة على الأكيد مع هاشتاغ المطار يلي تصدر قائمة التوب تريندينغ هاشتاغز على خلفية الإشكال يلي وقع بين الأجهزة الأمنية المسؤولة. تعليقات وتغريدات عديدة عبرت عن غضب ويأس المواطنين تجاه كل شيء عم بيصير، وبنذكر منهم ذو الفقار يلي اقترح تغيير الأرمى يلي بتستقبل الزوار على مدخل المطار من أهلا بكم في الجمهورية اللبنانية إلى أهلا بكم في العصفورية اللبنانية. حسن عواد سأل إذا الجيش والدرك تخانقوا مين بفض المشكل؟ أما علي رسلين فاعتبر يلي عم بيصير هو فيلم أكشن تحت عنوان الجيش والدرك في زمن المشنوق. ننتقل لفيديو مخيف تم تصويره على المتن السريع وبيظهر فيه انهيار قطعة من الجبل على الطريق بظل غياب كامل للتدابير الاحتياطية اللازمة لحماية المواطنين من هالنوع من الأخطار، خاصة قبل بداية فصل الشتاء. أما أخيرا وبعيدا عن الجنون يلي عم بيصير بلبنان، مننتقل لقصة شرطي سير أردني. تصدر فيديو له هو وعم يتخانق مع نائب بمجلس النواب، عيط عليه لأنه سكر السير بوجهه وما خليه يمر، فما كان من الشرطي غير أنه يرد ويقول له حتى لو أنك نائب تحدث بأدب. لتصير هالجملة تريندينغ هاشتاغ على تويتر وتكون سبب بتكريم الشرطي من قبل مديرية الأمن العام بسبب حرصه على تنفيذ القانون بكل نزيهة. ومع هالقصة الفريدة من نوعها أنا بدي أودعكم لمزيد من التفاصيل. تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك، تويتر، إنستغرام، سناب شات، وعلى الأكيد ما تنسوا تتاج أند هاشتاغ ترينز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقولها بنشرات لاحقة. باي.